طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: تهالك الطرق والشوارع في العراق يتسبب بمقتل وجرح المئات من المواطنين في حوادث مرورية. وفي العنوان الثاني: الأتاوات تنتشر في السيطرات الحكومية والميليشياوية والمتضرر هو المواطن العراقي. وفي العنوان الثالث: التدمير الممنهج في مجال الصناعة في العراق، الصناعة تشكو الإهمال منذ العام 2003 والسبب هو الفساد الحكومي. أما في العنوان الرابع لهذه الحلقة: حملته الشهادات في العراق بدون وظائف حكومية وبدون عمل والسبب كذلك الفساد الحكومي. أصبحت حوادث السير في العراق سبباً بموت المئات شهرياً نتيجة غياب الطرق المعبدة ووسائل السلامة والضوابط المرورية المتبعة في الدول. مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالأخبار والمقاطع والصور المتعلقة بالحوادث، والشوارع هي الأخرى مليئة بلافتات النعي لمن يذهب ضحية حادث سير هنا أو هناك. مقطع متداول لحادث سير في صفوان وأم قصر في البصرة حيث راح ضحيته عدد من المواطنين، لنستمع إلى شهادة من وثق هذا الحادث في اللقطات التالية. الحوادث اللي جاي يصير كلها سببها الحكومة، كلها سبب الشارع العام. شوفوا شلون تبر، هاي سببها الشارع العام. يا حكومة يا ساقطين يا سفلة، شوف الواد مشلون جاي تموت بسببكم. شوف هذا الشارع التيبر، هاي سبب التيبر. يا حكومة يا سفلة، نعلى على روح موتاكم يا حكومة. الله لا يستر عليكم، العوائل جاي تتيتم بسببكم يا حكومة. شوفوا هذا الميت، هذا كله سببكم انتم يا حكومة. نعلى على روح موتاكم، نعلى على روح موتاكم، نعلى على ابو خلاكم حكومة، نعلى على ابو الحكومة العراقية. هذا كلها سببها الشارع، سببها الشارع ابوك. نعلى على روح موتاكم، نعلى على ابو البرلمان، نعلى على ابو الوزير، نعلى على ابو رئاسة وزراء، نعلى على ابو عادل، هذا شو اسمه عادل عبد الملك. كلكم حرامية، الله لا يستر عليكم، العوائل جاي تتيتم بسببكم، العوائل جاي تنسب بسببكم. حكومة ساقطين حرامية، عملاء عملاء ضد الشعب ضد الوطن. نبقى مع حوادث الطرق بسبب الشوارع غير المعبدة. مواطنون من محافظة واسط يشكون من الحفر وإزالة أجزاء كبيرة من الطريق الرابط بين مدينة الكوت وقضاء بدرة في واسط. يذكر أن هذا الطريق يعد طريقا دوليا حيث يربط العراق بدول الجوار. دعونا نتابع. شوف هذا الشارع مال كوت بدرة، شوف شلون محفرينه، قاصينه شلون 70 كيلو قاصينه من بداية الكوت لحد ما توصل. شوف بعض الحافات شلون موس، يعني ليش هيك؟ انتم مجلس محافظة ايش ذا تسوون انتم؟ صار لكم 4 سنين هذا الشارع هيك تحفره؟ هاي العالم شنو ذنبه؟ هاي السيارات شنو ذنبه؟ ايش تسوون انتم؟ مدة تاخذون راتب سموا ببطنكم وبطن جهالكم. ليش هيجي؟ لا علامة لا فسفورة، كل شيء ماخذ باع باع الشاش مسوين بي. هاي العالم التريلات، شوف ليش هيجي سوون؟ والله شوف وين واحد يطوي وجه من يبكم؟ بكم احنا ب 2019 قمة التطور بالعالم، انتم شارع ما تعرفون تضبطونه؟ ليش هيك بحس؟ شوف هاي شوف الحواف ذني، ولو انتم ما يهمكم انتم، انتم شو يهمكم؟ شو يهمكم انتم؟ سياراتكم من اخر موديل وشو يهمكم؟ الطريق الرابط ما بين بغداد وواسط والمار بكربلاء حاله كذلك لا يسر. مواطن وثق المقطع التالي ويبين فيه درجة انهيار الطريق والذي يفترض أن يكون خارجا عن الخدمة ويمنع المرور فيه قبل إعادة تأهيله. دعونا نتابع. السلام عليكم، هذا الطريق اللي رابط ما بين الصويرة يعني محافظة واسط وكربلاء. طبعا طريق انا اسميكم يا طريق الموت والطسات.
يعني طريق منتهي. اللي يبحثون عن قدسية كربلاء هو هنا القدسية، يعني هنا الطريق اللي يربط كل زوار كربلاء اللي هم يجون مشي أو يجون من دول جوار للزيارة، يعني هذا الطريق منتهي، يعني السيارة ما تقدر تمشي به. ويتحمل هاي محافظ واسط والمسؤولين على واسط، يعني طريق صار لهم يمكن 20 سنة 15 سنة، ما أعرف كم سنة، هو هذا الشارع محفر ومنتهي على طريق يعني يربط ما بين الصويرة ومحافظة كربلاء. إلى تفاصيل الخبر الثاني. السيطرات الحكومية واحدة من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن وسائقي الشاحنات المحملة بالبضائع، وواجهة لفساد الميليشيات والأحزاب لجني الأموال من بسطاء الشعب والباحثين عن الرزق الحلال نتيجة الفوضى، فوضى السلاح وتعدد الجهات التي تحمله في الشارع ما بين ميليشيات وقوات حكومية. تتعدد السيطرات حتى باتت بعض السيطرات يعني تشرف عليها بعض العشائر، تشرف على هذه السيطرات وعلى وارداتها. في سيطرة مياح بطريق إمام ويس بمحافظة ديالى التي يديرها لواء أئمة البقيع أحد فصائل ميليشيا الحشد، يتم فرض دفع رسوم عبور للميليشيا على السائقين تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف دينار عراقي وبتواطؤ مع قيادة عملية ديالى. مقطع مصور لأحد سائقي الشاحنات للحوار مع أحد عناصر الميليشيا حول الموضوع، دعونا نستمع معا. وما شو رسميات هسه انت تاخذ 25؟ لا رسمي. من قال لك؟ انا قلت شو رسمي؟ يعني ثلاثة جيش شو اسمه؟ ايه يعني بامر قائد عمليات؟ ها؟ بامر قائد عمليات؟ يا شنو شنو؟ عم قائد عمليات هو مو شال قائد عمليات لو من هنا قال لك تطون بعد؟ والله اكرانيات والله العظيم لو ان شاء الله بالشغل قال بعد اكرانيات اليوم قائد عمليات. السلام عليكم. كما استمعتم في هذا المقطع يتم بتنسيق مع قيادة العمليات في ديالى. في المقطع الآتي في سيطرة جبل حمرين التابعة كذلك لقيادة عمليات ديالى، المواطنون يشكون مما أسموه تسليبا علنيا، حيث يتم التنسيق مسبقا مع منتسبي السيطرة وعبر الهاتف لتسهيل عبور الشاحنات التي تدفع الرشوة، وهنا تتراوح ما بين 100 دولار إلى 300 دولار. وللعلم الحمل رسمي ومجمرج ولا إشكال فيه كما يقول سائقو الشاحنات. مقطع مصور لأحد المنتسبين في السيطرة أثناء حديثه مع ضابط أعلى منه عبر الهاتف بعد أن استلم الضابط الآخر المبالغ المطلوبة، دعونا نتابع. الفساد ينخر كل مؤسسات الدولة في العراق مع الأسف. إلى تفاصيل الخبر الثالث. يعاني قطاع الصناعة في العراق من التدمير الممنهج بعد العام 2003. آلاف المصانع لم يعاد تشغيلها، وقد سرح بموجب ذلك مئات الآلاف من العاملين فيها، فضلا عن أن هذه المصانع كانت توفر فرص عمل لمئات الآلاف من العراقيين. أحد المواطنين صور مقطعا ونشره على منصات التواصل الاجتماعي من داخل أحد مصانع النسيج في مدينة الفلوجة، وهو يتكلم بحرقة عما آلت إليه الصناعة في العراق، دعونا نتابع. السلام عليكم.
اللي يريد يعرف اخبار العراق هاي اخبار العراق. شوفون هاي الخرابة، شوفون هاي الخرابة، هاي العراق. شوفون هاي الخردة، هاي مو خردة، هاي ليش تشوفون؟ تعرفون هاي شنو كانت تنتج؟ بأحدث التقنيات. شوفوا هاي الخردة، هذا حال العراق. اللي يشوف هاي المكينة يعرف حال العراق شنو. زعامة الحكومة الفاسد. شوف هاي الماكينة الخردة اللي حكينا عليها، شوف هاي انتاجها، هاي انتاج النسيج السجاد، ارقى انواع السجاد بالعالم مو بس بالعراق. شوفوا هاي انتاجها، شوف شلون تركت. شوفوا هذا الانقاض، هذا حال العراق، هاي حال الصناعة. اذا ماكو صناعة بالبلد ماكو بلد. هاي صناعتنا. شوف تعرفون شو كنت يرجع العراق بخير؟ من تفتر هاي الرغم، من ترجع هاي تشتغل وتنتج سجاد النسيج هذا، شو وقت ما ترجع هاي إعادة تدويرها، ها نقول نتأمل بالعراق يكون بخير. نبقى مع واقع الصناعة المؤلم في العراق. في معرض للصناعات في أحد دول الجوار، تنافست العديد من البلدان في عرض صناعاتها الكهربائية والتقنية والإلكترونية الحديثة. أحد الزوار من العراقيين وثق ما معروض في الجناح العراقي، كانت صدمة كبيرة. هذا الجناح الذي استأجرته غرفة التجارة بمبلغ كبير، دعونا نتابع. هذا الجناح العراقي، هذا الجناح العراقي اللي مساحته 80 متر مربع. حتى ذاكرين ليش الايجار ماخذين من المعرض دمشق الدولي؟ الايجار مالته 35 مليون ليرة، 35 مليون ليرة ما يعادل 70 مليون عراقي. ما راح صدقون، تعال شوفوا، تعال شوفوا. هذا التمر وهاي الشيشة التبس، زين، وهاي السجادة العتيقة، هاي الصناعة العراقية، وأبوك الله يرحمه حالة يرثى لها. إلى تفاصيل الخبر الرابع. في مدينة تطفو على النفط الأسود كالبصرة، قد يتبادر للذهن أن حال سكانها هو الأفضل، لكن حال أهالي البصرة التي انتفضت ضد الفساد وسرقة المال العام في السنة الماضية لا يسر. مقطع مصور مؤلم لمهندس لم يجد فرصة عمل بعد تخرجه ليعمل عامل بناء أو في العمالة كما نطلقها باللهجة العراقية، دعونا نتابع. لا إله إلا الله. هذا الشاب العراقي، شوف هذا الشاب مهندس خطيه يشتغل عماله، لا إله إلا الله. وبايد. يعني العراقي بقى هيك بايد خطيه والله العظيم. هذا مهندس، هذا خلص عود والله مهندس. يلا والله هذا عملك شرف، هذا شرف والله، اشتغل احسن ما تقعد، واحسن من هاي السياسيين كله شهاداتهم تزوير، كله تزوير تزوير. اشتغل اشتغل، الله كريم، اشتغل والله العظيم، احسن من الف واحد انت. طالب آخر وكذلك في كلية الهندسة في محافظة ذي قار، هذه المرة قام بتأجيل دراسته ليعمل عامل نظافة في المحافظة، وذلك بسبب سوء أحواله الاقتصادية، دعونا نتابع في المقطع التالي. الطالب بدر ناصر عايد، هذه بطاقته،
طالب في كلية الهندسة، أجل هذه السنة ويعمل حاليا عامل في النظافة، هل يقبل ضميركم؟ طالب يأجل لأنه ما عنده مبلغ من المال أن يكمل دراسته، وترك السنة الدراسية هاي أجلها لأنه ما عنده فلوس ويشتغل حاليا عامل نظافة. هذا مستوى طالب العراقي، طالب كلية هندسة في أي بلد في العالم يقبل هكذا؟ عمي أنت شنو شهادتك؟ أنا خريج معهد تكنولوجيا مساحة. خريج معهد تكنولوجيا مساحة، قاعد بطال ما يشتغل، يشتغل يشتغل عامل نظافة، يشتغل عامل نظافة. هنا طالب بالكلية سنة ثالثة بكلية الهندسة ما عنده يكمل دراسة. طالب هندسة يشتغل. احنا نناشد الحكومة المحلية باحتضان هؤلاء الطلبة بإيجاد فرصة عمل لهم في شركات النفط. هذا طالب ميكانيك كلية هندسة، يعني مكان عمله في شركات النفط، مو مكان عمله عامل نظافة وكاظم المكنسة بيده. هل تقبلون يا محافظة ذيقار؟ هل تقبل يا محافظ ذيقار؟ هل تقبل يا رئيس مجلس محافظة ذيقار؟ إلى فقرة آراءكم. دائرة صحة المثنى اشترت ثلاجات لحفظ الأدوية، حيث اشترت 60 ثلاجة أرضية صغيرة و100 ثلاجة عمودية تشبه الثلاجات التي يتم وضع قناني المشروبات الغازية فيها. العقد المرقب 730 لصالح دائرة المثنى، مع مكتب الصباح لصاحبه الصيدلي فؤاد ناجي جعفر ووكيله ماجد هزاع، كما جاء في الكتاب ماجد هزاع جبر، لتزويد الدائرة بالثلاجات عددها 160 ثلاجة، وقد بلغت قيمة العقد مفاجأة كبيرة 6 مليارات و180 ألف دينار عراقي ل160 ثلاجة. يتضمن العقد كذلك مصيبة أخرى، يتضمن العقد التدريب على الثلاجات، حيث سافر وفد إلى الدنمارك للتدريب واستلام العمولة لكي يعرفوا كيف يتم فتح الثلاجة ويتم غلق باب الثلاجة. طبعا أكثر من 41 مليون دينار عراقي هي قيمة الثلاجة الواحدة، أما الثلاجة الأخرى الثلاجة العمودية فيبلغ سعر الثلاجة الواحدة أكثر من 36 مليون دينار عراقي، 36 مليون دينار عراقي. دعونا نتابع الصور، هذه صور للثلاجة وللكتاب الرسمي الذي هذا هو الكتاب أو الأمر الإداري عملا بالصلاحيات الممنوحة كذا كذا في عام طبعا 2013. الكتاب الآن تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، القيمة موضحة 6 مليارات و180 مليون دينار لمدة تجهيز مقدارها 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد. هذه الثلاجة العجيبة، قد لا يتجاوز سعرها في العراق يعني 50 دولار أو 100 دولار كحد أقصى، هذا سعر الثلاجة. هذه أحد أوجه الفساد، سعر سيارة حديثة يعني هذه الثلاجة العجيبة. طبعا هذه الصفقة أثارت غضب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع بعض من التعليقات على موقع فيسبوك. أحمد علي علق شيء ما معقول، أنا مقيم في الدنمارك، لا يوجد هكذا أسعار. سيف، إذا يشترون ثلاجة مال طب العدلي كم السعر؟ يتساءل. إيمان العراقي علقت، هذه رسالة إلى كل من بارك الدستور العراقي للعراقيين وإلى كل من أيد النظام البرلماني للعراق، والعاقل يفهم. حسين الحجي علق، هاي مخلفات المالكي وحزب الدعوة الفاشل، لعنكم الله ولعن حزب الدعوة العميل. علي عبد الحسن علق، الساكت عن الحق شيطان أخرس، ما دور المرجعية وهم المسؤولين أمام الله؟
يعني يعرفون السارق والباطل وساكتين إلى متى؟ وليد علق: اللهم أنت الجبار المنتقم، لقد طال العذاب وحل الخراب واستوطن بلادنا الأغراب، اللهم انتقم من كل ظالم ومتجبر وسارق. والآن إلى فقرة هاشتاج. نشرت قناة الحرة تقريرا استقصائيا مطولا كشفت فيه عن الفساد الحاصل في العتبة الحسينية والعباسية في كربلاء. طبعا الجدير بالذكر بأن قناة الحرة هي قناة أمريكية تم افتتاحها إبان الغزو والاحتلال الأمريكي على العراق عام 2003، وكانت يعني تروج لهذا الاحتلال، وكانت يعني تروج للعملية السياسية في العراق، ولم نجد أي معارضة من قبل ساسة العراق لكن اتجاه هذه القناة. لكن مع هذا التقرير علت أصوات السياسيين والحكومة. طبعا تفاعل العراقيون مع هذا الخبر وأطلقوا هاشتاجا بعنوان الحرة تتحرى. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات على موقع تويتر. سجاد منتظر غرد: أنا من كربلاء وأشهد أن هذا التقرير تقرير شجاع، كشف المستور ووضع النقاط على الحروف، وهناك أمور أخرى يجب إضافتها للتقرير كمنع الحريات في كربلاء والتجاوز على الشوارع والطرق العامة وإلى آخره من الأمور. كان الأولى بمن أغلق مكتب الحرة أن يرد على التساؤلات التي طرحها التقرير. الحرة تتحرى. عباس الوادي: المشكلة بس تحكي وتنتقد المؤسسة الدينية بالعراق، رأسا يتهمونك تتجاوز على مقام المرجعية. الحرة تتحرى. طبعا على إثر هذا القرار يعني الحكومة قامت بإغلاق مكتب الحرة في بغداد. علي أحمد غرد: برنامج الحرة تتحرى قدم تقرير مدته أقل من نصف ساعة، سوى طشار العمايم ما لوالي كما يقول، والبيانات الاستنكارية صارت الفلس، لعدوا يسوي لكم وثائق تفصيلي أبو الساعتين، شو تسوون تطلبون لجوء للأرجنتين، ولو المواطن ما يحتاج لجوء حتى يرجع لديرته. قائد إبراهيم خضر غرد: إغلاق مكتب الحرة هو الدليل القوي على أن الفساد في العراق محمي من طبقة الكهنة، لأن كهنة آمون هم من يدعم بالفتوى هذه الأحزاب الفاسدة. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. بسبب حظره على موقع تويتر قام شاب أوغندي برفع دعوى قضائية ضد رئيس البلاد. الشاب يحضر الماجستير في جامعة هارفارد، ووصف رئيس أوغندا في إحدى اللقاءات بأنه دكتاتور، وغرد أيضا بتغريدة على تويتر وصف بها الرئيس بالدكتاتور وطالبه بالخروج من الحكم. قام الرئيس بحظره على موقع تويتر، والشاب الآن يرفع دعوى على رئيس البلاد. دعونا نتابع المزيد حول هذا الموضوع مع تقرير لموقع أنا العربي. Who has been in power for 33 years? Because we are telling him enough is enough. He has to go.
شاب شجاع. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.